السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنعمل مع بعض زينة رمضان. كل عام وأنتم بخير. يا ريت أول الفيديو كده نضغط على لايك والاشتراك في القناة لو أنت لسه ما اشتركتوش، ونشير الفيديو. هنعمل مع بعض كده إيه يعني حاجة مبهجة كده في الشارع علشان بمناسبة رمضان. كل عام وأنتم بخير. أنا لسه عملتي أول واحدة أهوت ده، فهنعمله كده ونشوف هنعمله إزاي. دي حاجات كنت جايباها يعني برضو مع الزينة كده، زيت زيتون وعسل نحل ومية موارد وخل، فقلت اعمل دلوقتي يعني الزينة ديت. فخليكم معايا كده هنشوف هنعملها ازاي. اهو بنعمله اهوت، اهو ابني بياخد اهوت. دي عبارة عن عقد كده اهو، ماشي الحبل اهوت كله على الارض اهو اهو، او بيقص بالمقص اهو. او بروح مدخلها كده اهو من تحت الحبل، وروح عامل كده. والاشواده هم تكون لهم بجنيه، وحاجه بتبقى مبهجه في الشارع كله وللبيت. وكل عام وانتم بخير اهو. ابي عجتها وعملنا اهوت وعلقناه اهوت في الشارع، بيدي بهجة كده للشارع اهو ما شاء الله. كل عام وانتم بخير. واخيرا لا ننسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.